في عرث ثقافي نحتفي فيه بالمبدعين. في سبتمبر من كل عام تحتفي وزارة الثقافة بالجوائز الثقافية الوطنية، وتكرم فيها أهم المبدعين الذين أسهموا في إثراء الساحة الثقافية السعودية، وقدموا إنتاجاتهم الفكرية والأدبية والفنية رفيعة المستوى. الجوائز بمجالاتها 16 هي أكبر الجوائز السنوية الثقافية المرموقة، وفي دورتيها السابقتين قدمت أهم الوجوه الإبداعية في مجالاتها المختلفة في محاولات مشرفة استحقت التكريم والإشادة. ركزت الجائزة على كل الجوانب التي تؤثر في النشاط الثقافي الوطني، فاهتمت بالمساهمات المؤسسية والشخصيات الثقافية والدعم الثقافي، واستحدثت 5 جوائز تعتمد على تقييم اللجان المختصة، وهي جائزة شخصية العام الثقافية، وجائزة الثقافة للشباب، وجائزة التميز الثقافي الدولي، وجائزة سيدات ورجال الأعمال، وجائزة المؤسسات الثقافية. وتستقبل الترشيحات العامة لأحد عشر جائزة أخرى تقدمها المبادرة، وهي الجوائز المخصصة للقطاعات الثقافية الفرعية والمتمثلة في جائزة الأفلام، وجائزة الأزياء، وجائزة الموسيقى، وجائزة التراث الوطني، وجائزة الأدب، وجائزة المسرح والفنون الأدائية، وجائزة الفنون البصرية، وجائزة فنون العمارة والتصميم، وجائزة فنون الطهي، وجائزة النشر، وجائزة الترجمة. الجوائز الوطنية هي المنصة التي تعنى اليوم بتقديم المبدعين وتصديرهم، ممهدة طريقهم إلى الجوائز العربية والعالمية، ومقدمة الاعتراف الأهم بجهودهم الثقافية.